دكتور لطفي استاذ طبيب تجميل نهركسين. السلامة. نحوالك؟ الحمد لله. سافا؟ الحمد لله. لاباس؟ دكتور ماك تعرف اليوم تنظص بتاع البنات شنيا؟ كي تقول لها تمشي تحكي لها مثال على البوتي، أول حاجة معناتها باش تحب تمشي لطبيب تجميل شنو تقول لك هي؟ يعني خاطر بحكم علاقتي مع برشا بنات وكل شيء، تقول لك نحب نمشي نعمل ما عادش توا بوتوكس ولا فيلر ولا باش تكبر شفايفها، توا التونتونس اللي طالعة تحب تهز هكا عينيها شوية الفوق والحواجب شوية الفوق، كل النظرة نتاع فوكس آيز. فوكس آيز. اللي البوكس آيز. نجم حتى تعطيها بوكس تطلع العين فوق وحدة نو؟ هو راهو لو روغار هو سي تريز امبورتون معناتها حلة العين. اي. هو البلوز امبورتون معناتها، بس هذيك سي اون فورم فوكس آيز، سا ديبون. فما نساء يخرج عليهم فما نساء ما يخرجش عليهم دونك كيفاش نعملوها بالضبط؟ شنو هي التكنيك هذه بالضبط؟ بون فما تكنيك شيروجيكال ما نعرفش نحكيو على التكنيك شيروجيكال نحكيو على الميديكال. اول حاجه نبداو بالبوتوكس. دونك خاطر البوتوكس نجم نطلعوا به ونجم نعطيو لي فيه اللي تحب عليه الباسيونت كو سوا معناتها فما نساء تحط لها شويه بوتوكس ديجا تعطيها لي فيه وفما معناتها تعطي لها البوتوكس ما يعطيهاش دونك ديما احنا نبداو بالبوتوكس نشوفوا معناتها لي فيه نتاع خاطر البوتوكس يعطيك لو ماكسيموم نتاع خاطر اون فيت شنو معناتها مش تجبد الحاجه وين بالضبط الزريقه تعمل الانجكسيون وين بالضبط هوني معناها تخدم في البلاي في البادوا تخدم لهنا اها باش تخدم البوتوكس تخدم لهنا يتحل العين بون وفما عنا ان بوان زيدو باش نطلعوا الحاجب هذه بالبوتوكس هذا في النورمال معناتها النورمال يطلع راهو يطلع فما نساء يطلع بالكدا بالكدا وفما نساء تقول لك انا مانيش راضيه برشا على البوتوكس نحب ما اكثر شوي يطلع هو ما تقول لك باقي سورتو نساء تلقى عنده مثلا الحاجب تلقى طويل وطايح اي فوالا دونك فما مع البوتوكس نجم نعمل فيلر نجكتيو هنا الفيلر نزيدو نطلعو فما شكون ما تحبش معناتها باقي ناقص وقت انك تجيو لي فيل تونسور وفي بليزيور تكنيك في لي فيل تونسور ثم لي فيل سامبل جوست معناتها نحطو لهنا كيفاش بالضبط فسر لي شويه بون اون بوز معناتها فاسيل لهنا معناتها جوست نحطو الخيط لهنا ونجبدو دونك طلع ثم نسا يعطيهم تبدا بو مثلا ماشي خشينه ولا حاجه معناتها نوصلوا للريزولتا اللي حاجتنا به كله باقي في الروغار راهو باش هي تحب تحل الروغار نتاعها سينو ثم عندنا اون تكنيك معناتها بلوز اغريسيف توا احنا بدينا بالبوتوكس والفيلر ومن بعد الخيط ومن بعد زاد تكنيك اخرى اي الخيط باقي في التكنيك باقي في الخيط لو دوزيام تكنيك في الخيط هو اللي ان بو اغريسيف خاطر الخيط طويل شويه معناتها سي تروماتيزون باش نخدموا معناتها نخدموها اونول هنا باش نطلعوا معناتها سي تروماتيزون هي باش احنا نشوف من بعد ماهيش رخيصه غاليه التكنيك هذه اذا مش نلتجوا للتكنيك هذه واحد من الناس يقول لهم اعملوا شيروجي وكهو احنا تنوريو التكنيك نتاع الخيط كيفاش معناها الخيط باش يدخل داخل بعد تجبد يقول قايل وني قداش تقعد لي فيم تاعو نتاع الخيط هذا ما قداش يقعد صالح يقعد حتى لدوزون عامين اي يقعد الخيط سي بيان سي بيان ومن بعد تعمل بون سا ديبون ينجم بون هي اذا كان تحب تزيد مره اخرى ولا سا ديبون انت وال اما هو يشد حتى بالعامين اي وغالي شويه باغابوغ معناها بالبوتوكس والفيلر غالي شويه هما ثم قلت لك في الخيوط زاد ديجا معناتها ثم دو تيب دو فيل يتعملوا ثم تكنيك تروماتيزون الخيط نتاعها غالي شويه هذيك وثم سينون الاخرين بون كيما الفيلر كيما البوتوكس نحطوا كاتر فيل لهنا كاتر فيل هنا باش نعاود بون ماهيش توجع شويه نعملها بالانستيزيا احنا اها ما تحسهاش وقتها ما تحسهاش اي بي احنا خاطر ديما ماك تعرف بحكم التعب والستريس والسهر ساعات تلقى هكا مثال مامون تبدا مثلك اللي عندها نوفني وكل شيء سهر برشا وتحويقه العينين فما شكون يخدموا برشا على ليكخون معناها نتاع البي سي عندنا زاد التحويقه نتاع العينين بما انه احنا اليوم نحكيو على جمال العينين وجمال الرقاد معناها النظره دونك خلينا نحكيو كل شيء معناها حكينا احنا توا على كيفاش معناها نطلعوا العين شويه والحاجب شويه كي فوق وخليني انا نقول وليت توندونس برشا للبنات اليوم اللي ولاو معناها ما عادش يهتموا انهم باش ينحيوا لي غيت خاطر هذيك سي بون تهنيو توا ما شاء الله احنا البنات صحيح معناها دخلنا في عالم التجميل والجمال ولينا توا حاجات اخرى ما اهم معناها كنا بوتوكس والخطوط والتجاعيد الرقيقه توا ولينا نحبوا نعملوا نطلعوا العين فوق شويه والحاجب فوق شويه بدل لا فورم كريمون ولا بدل لا فورم تتبدل بون زاد في العين كيما انت توا حكيت على التحويقه باش نحكي على التحويقه اي كيف التحويقه هذيك سان كومبلومون نعملوا فيلر الاسيد اليورونيك نجكتيو في وين ثم التحويقه ما فيها انواع التحويقه راهو ثم التحويقه تقوم الصباح تلقاها محوقه وكل الرجلين تبدا تتحسن بشوي بشوي هذيك سيت اون موفا سيتياسيون
يسوفي تعمل ان دريناج لنفاتيك غادي معناتها ما تتنحرك التحويقه. خاطر بعد ساعات وقت لنجكتي وهي في التحويقه هذيك تولي لها كاريمون اون بوش. اه وي معناتها تطيح في البياج معناتها. كيفاش تفرق كيفاش واحد يعرف روحه معناتها؟ وتسالها تقول التحويقه هذه معناتها تقوم الصباح تلقى محوقه وفي النهار كامل محوقه وديما محوقه تقول لك اي مثلا معناتها هذيك هي مع ولا لسان تلقاهم كولوريه يبداوا. تور كولور تبدا حتى شويه على الزروقيه شويه ساعات. مش الزروقيه راهو سي فاسكولير. عندك مش كيما لي تاش برون. فما دو تيب دو سير. فما سان فاسكولير هذيك تبدا الزروقيه هذيك ما تنجمش معناتها. هذيك ما تتنحاش دكتور تنقص شويه. اذا كان محوقه وثم شويه زروقيه كي نجكتيو لاسيد تنقص. ديجا ما خاطر هنا البو تريفين رهيفه ياسر كي ورقه السيجار والبو هنا في البوبيرا انفيرور رهيفه على الاخر. دونك لي فيسو تحت يظهروا معناتها تظهر كانها بو زرقاء كيما تقول البحر والسماء. شوف الماء ازرق مي اون فيت ماهوش ازرق هو كيف كيف ماهيش زرقاء غادي مي جوست الرفلي نتاع لي فيسو اللي تحت انا اللي تظهر تاش بريون البو وقت معناتها في السن معناتها السن كلوري تحويقه نقولوا احنا بالتاش بريون تبدا هذيك هذيك راهو سيد معناتها البو هي بدا وقت الوقت اللي فيه يكون خير نتاع الاسيد فيها. وقداش من سيونس توا لتحويقه العينين معناها؟ قداش مريض معناها؟ اذا مش تخدم بالفيلا مره برك. مره برك. مره برك. تو انجكتي مش تعبي تو كومبلي السر وكاو. افيكاس. اما سينون فما دوتر تكنيك. كيما شنو؟ مثلا مش في في الانجكسيون راهو نحكي مثلا ميزو. معناتها ميزو بيريوريكولير سيرتو في اللي صار معناتها كولوري. هو حكينا عليه احنا اخر مره الميزو هذايا يعطي اكلا ويعطي نظار الوجه ويعطي وجه ديما يبدا هكا يتغذى. الميزو اونتي تاش كريمون معناها حتى اونتي تاش معناها تنجم معناها حتى البارتي نتاع العينين دونك احنا ماشيين بلوتو لونتي تاش وقتها. فما دي ميزو زاد كيف كيف بور دريناج نجكتيو ان برودوي معناتها بور ايديو دريناج زاد كيف كيف او نيفو دو سير سيرتو قلت لك لي سير تلقاه يمشي ويجي ما تلقاهش معناتها فيكس تلقاه زرقاء كلها نهار كامل ديما تلقاها محوقه ولا ثم تلقاها وجهها ضعاف وكل شيء تولي عندها تحويقه لهنا خايبه برشا هذيك كيف كومبلي زاد معناتها هذيك سي لانديكاسيون للكومبلومون وفما زاد انا مثال عندي نعرف مثال صاحبتي عندها التحويقه اللي هي صغيره ديجا ناقصه معناها كيما نقول احنا كالسيوم وحديد وكل فهمني هذيك دونك دكتور معناها تتحسن بالفيلر نجم تنقص بشويه بشويه على الاقل مي سورتو اللي يبدو عندهم كارونسي هذوما يبدو عندهم كارونس نتاع مثلا دي فيتامين واحد يلفو ميو ياخذوا ساعة خاطر ممكن كي ياخذوا مثلا دي فيتامين نتاع حاجة الناقصين اوتوماتيكمون ديجا معناتها تتحسن من غير ما لا كومبلومون لا حتى شيء فهمت تخي بيان تخي بيان دونك الميزو زاد حتى فما حتى في الشفايف معناها نورمالمون تتعمل على الوجه الكل وعلى الرقبه اي زيد نحب ناكد انه معناها ماذا بينا كل اطباء التجميل قاعدين يتفرجوا فينا راهو الميزو معناها فما شكون يقول لك ديما نحكي فيها ما نعطيوش اهميه للرقبه واليديات ما نعطيوهمش اهميه بقدر ما نهتموا بوجهنا اهم حاجه هذيك على خاطر كي دخلنا في الريسك هذاك ما عادش نجموا نصلحوا تصلح ما مش يتكلف سي معناتها بوكو بلو شير باش معناتها يفو ميو بريفينير كو معناتها ديما على بكري خي بيان سور قبل ما يبداو التجاعيد سيرتو في اليد والا في الرقبه تخي بيان خلي لك كالعاده دكتور نصيحه كي للفتيات الجميلات اللي مغرومين بالجمال والبوتوكس والفيلر انا كل يوم يكلموني يا ولدي راني انا ما سخيت يعني ليه ساعات والله بالحق ساعات يسالوني مثال صاحبتي ولا من العائله ولا حتى من يبعثوا لي على الفيسبوك على باجنا ركزين مثال قداش الميزو قداش البوتوكس قداش الفيلر راني يعني انا بيدي لا ما نعرفهمش اما راهي في المتناول لا في المتناول معناها نخلي لك كلمه الختام دكتور ما تسالش معناها خاطر ما تعرف انسان كل يوم يحبوا مع الحق معناها كل التجاعيد والغيد وكل شيء يحبوا معناها راهي الاسوام نخلي لك الكلمه ولا سوى من في المتناول مع نتاع اي مواطن تونسي عادي امراه تجي لا هي في المتناول هما مش غاليين انت والبرودوي زاد استعملوا خاطر توا لي برودوي افيك لا تاكساسيون اللي عاملينها جديده انت شعرت فيهم النهار معناتها دونك توحنيش اما في شكرا لك دكتور لطفي استاذ طبيب تجميل واللي ديما بالحق يعمل لي كونترول على على وجهي اللي يهتم بجمالي نحب نقول لك ميرسي بوكو يعطيك عايشة. الف صحه على حسن الاستقبال وانني ماني نورمالمون ما نقولش ما نسيش نقولوا عادي رانا احنا كنا باش نكونوا تحت معناها الايادي الامينه نتاع اطباء التجميل فوالا ميرسي بوكو يعطيك الف صحه عملت لي بوتوكس في وجهي كما قاعدين نشوفوا هذا الجمال ليس طبيعي انه كله استنى لا عاد والله اللي يزيني ربي الحمد لله الحمد لله دونك
إذن هلا زين نحب نذكر بمسابقة السيارة، وقاية تكتبوا اس ام اس على رقم 85999، تكتبوا فيه حرف ديم، وإن شاء الله السيارة الجميلة هذه تكون من نصيبك أنت. إن سألتم الله فاسألوه البخت والحظ السعيد. مرحبا، شكرا لك.